الأول. بسم الله. باقي كثير وقت الحمد لله. فجر بعد شوية، قومي. باقي دقيقة. بسم الله. السلام عليكم، صحيتي بدري اليوم. وعليكم السلام بابا. ايوه صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، كيف حالك انتي؟ ما شاء الله لابس الفستان اللي اشتريته لك، هو حلو عليك. ايوه شكرا، مره حلو. هذا البنت لسه نايمه؟ العصر جاء، يلا قومي لازم تصلي. يهو قومي. ايمان كيف الصوم معاكي؟ كويس الحمد لله. ما تحسي بالجوع؟ لا. زبادي، فراولة، عصير، شوكولاتة، أنا مرة متحمسة للإفطار. أبغى أكل دحين. أكلت سحور صحي، قرأت قرآن، انتبهت للجد، دحين لازم أرتب غرفتي. إيمان روحي رتبي غرفتك. بس أنا تعبانة. يلا. مالي نفس. إيمان متى وقت الفطور؟ دقيقة، الفطور الساعة 7 اليوم يا أنس. إيمان متى وقت الفطور اليوم؟ ريحة فمك معفنة، لا تكلمني. إيمان ممكن تطلبي من البقالة؟ طيب إيش أطلب؟ ليمون، بصل، طماطم وحليب. ليمون، طماطم، بصل وحليب. إيمان ممكن تطلبي من البقالة؟ طيب إيش أطلب؟ ليمون، بصل، طماطم وحليب. آيس كريم، شوكولاتة، شيبس، برجر، كيكة، بسكوت. ماما إيش تبغيني أطلب؟ خلاص يوسف عطشانة. شكرا على التذكير. عشان يوسف تبغى تشرب؟ شكرا. خلاص يوسف عطشانة. لا إيمان انت صايمة. عندي كثير شوكولاتة، حاطي واحد ليوسف حينبسط. يوسف تعال. ايش تبغى؟ شوكولاتة. ياي ياي ياي. طيب اختاري اللي تبغاه. هذا. شكرا. شوكولاتة. ايش بتسوي مع شوكولاتي؟ سووا يا هو رمضان، مفروض تشاركوا وتكونوا طيبين مع بعض. رمضان يا هو. طيب خذ هذا، خاص شوكولاته بس ثقيله، ابغى هذا.
اعطيني جاد، انا حنتبه له وحطعمه. انت ارتاحي. جادي ودي تبغى سباجيتي يا جادي؟ Here comes the train. Choo choo. Chugga chugga choo choo. Yay! أحبك جاد. شاطر جاد. خلصت أكلك. يلا نغسل يدك. إيمان تعالي خذي جاد، أبغى أنام. دقيقة. إيمان. استني. بروح ساعدي ماما، تعبانة هي. طيب أعطيها غدا كمان. كيف قصرت؟ فين البديل؟ فين البديل؟ وأولئك هم المتقون. باقي ساعتين للإفطار، راح أتفرج على شيء مفيد. باقي ساعة، خليني أساعد ماما في المطبخ. باقي ساعتين للإفطار، خليني أنام كمان. لسه بدري. باقي ربع ساعة، لازم أقوم. يم يم يم، أنا مرة جعانة، حاكل كله. مو كثير عليك؟ الحمد لله. إيمان كلي كمان. خلاص شبعانة يا بابا. ماما انت ارتاحي، انا حنظف الطاولة. شكرا. إيمان نسيتي، ما وديتي صحنك وكاسك للمطبخ.